بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصرنا وسائر المسلمين رب العالمين على من بغى علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راغبين، إليك مخبتين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها، قابليها، وأتمها علينا يا رب العالمين. واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. وولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن ترد كيد الظالمين. اللهم إنا نسألك بدعاء المظلومين المضطرين المألومين المجروحين في كل مكان يا رب العالمين من أمة سيد المرسلين، أن تخلصهم مما هم فيه يا رب العالمين من كل كرب وبلاء وغم وهم يا رب العالمين، بتوفيقك وقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. والجلسة الثانية في فصل في أحكام الإجارة. وقلنا في الجلسة السابقة أن الإجارة هي عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. يبقى الإجارة هي عقد، الإجارة عقد، يعني معناه بين عاقدين طرفين، وقد يكون هذا الطرف، ممكن يكون الطرف ده جهة، الشرط يبقى شخص، زي ما تأجر انت شقة من الحكومة، فأجرت شقة بس ده ملك حكومة أو ملك أوقاف، بقى هنا العاقد هنا جهة، مش بني آدم، مش شرط يبقى بني آدم، ممكن يبقى جهة معنوية، وممكن يبقى مالك، هذه الجهة المعنوية تبقى مالكة، وبالتالي ممكن تتعامل أنت مع المال العام بعقود إيجار، ويبقى اللي يمثل الطرف في العقد الثاني هو ممثل الحكومة الحاكم، ويبقى لازم تراعي أداب الإيجار وإلا أكلت المال العام. زي لأن أكل المال العام أشد خطورة من أكل المال الخاص، فإذا كان أكل المال الخاص حرام فيبقى أكل المال العام أشد حرمة، لأن المال العام بيبقى فيه حقوق لناس كثيرين، إنما المال الخاص يوم ما تأكل مال واحد فأنت عارف إن جهة واحدة تروح تسترديه وخلاص، إنما أنا هروح أستردي ملايين، لما أخذ أنا أموال ملايين ولسه ما تولدوش حتى وفيهم ايتام وفيهم ما صعبة، وبالتالي اكل المال العام ده في منتهى الخطورة. شوف احنا كل المسلمين والحمد لله عارفين الآية، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فين دي وفين حكام المسلمين والآية دي؟ ياخدوا امانات الناس يأكلوها، واذا حكموا الناس يحكموا بالظلم، تبقى مصيبة، مصيبة كبيرة، مع ان كل المسلمين حافظين الايات دي، وكل المسلمين الحمد لله بيسمعوها، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى واليتامى، كل الايات تقول بس كلمه كل كره، لكن اتفرج عليه لما يمسك مسؤوليه، اين المعاني دي بقى في حياته وسلوكه؟ هو دي المهمه.
فيبقى الإيجارة عقد مهم لأننا كلنا بنتعامل معاه. أنت يوم ما تاخد تاكس عشان يوصلك ده عقد إيجار، بينك وبين سواق التاكس ده عقد إيجار، فلازم تراعي الأداء. لما تيجي تقطع تذكرة قطر عشان تركب القطر عقد إيجار، تقطع تذكرة طيارة عقد إيجار، يعني استأجرت الطائرة من شركة الطيران مقابل مبلغ معين على أن توصلك الحتة الفلانية، عقد إيجار. كل دي عقود إيجارة وإحنا بنتعامل معها ليل نهار ومش عارفين أدابها إيه، وإلا لو ما عرفناش أدابها نقع في الحرام. لما أروح أدي حتة قماشة الترزي يفصلها لي، العقد اللي بيني وبينه عقد إيجار، لأن أنا بستفيد بخبرته فهيقص لي القماشة ويعمل لي بدل الأجر اللي بده. علاقتي مع الطبيب لما أروح أتعالج عنده وبدفع الفيزيتا، وأنت عايز عملية، طب والعملية بكام وهتعملها لي في مستشفى إيه، كل دي عقود إيجار، كل دي عقود إيجار. يعني كأن تعاملات الناس كلها عقد الإيجار ده داخل فيها، داخل فيها في كل حاجة. فلازم الناس يفهموا إيه هي أداب عقد الإيجار عشان تعرف تتأدب وانت بتتعامل مع سواق التاكس، تتأدب مع حتى النجار اللي جايبه عشان ينجر لك حاجة في البيت، عشان السباك اللي جايبه عشان يسبك لك حاجة في البيت، علشان أي صنايعي جايبه يبني لك مبنى أو يصلح لك حاجة. كل دي عقود إيجار، انت بتيجي تقول له هتعمل العمل ده مقابل المبلغ ده، مش كده برضو؟ ادي عقد ايجار اهو. فلازم توفي، العامل يوفي والمؤجر يوفي بالايه والا لو ما وفاش يبقى كل اموال الناس بالباطل. العلاقة بين صاحب المصنع وبين العمال اللي بديهم مرتبات شغالين كل يوم يشتغلوا في المكتب، علاقة ايجارة. فلو ما ادوهمش مرتباتهم يبقى كل اموالهم بالباطل. فلازم يعرف عقد الايجاره ده عقد مش سهل، يعني الناس ساعات يقرا كده بس ما بيعرفش ينقل العقود دي الى الحياه العمليه، احطها فين؟ لا ده الحياه العمليه مليانه، عقود الايجاره مليانه، فناخد بالنا منها. احنا كنا قرانا جزء في الجلسه الماضيه وهو التعريف والمحترزات، وقفنا على قولي ولا تصح الإيجارة إلا بإيجاب كأجرتك وقبولك استأجرت. يبقى العقد معناه في صيغة، الصيغة دي عبارة عن إيجاب وقبول. واحد يقول له تاكس يقف وصلني التحرير، يقول له هتدفع كام؟ يقول له هدفع لك 20 جنيه، يقول له قبلت ادخل، بقى عقد، تم العقد، إيجاب وقبول. فهمت إزاي؟ تم العقد. وصلنا للتحرير، رحت أنا اديته 15، بقول له على مدخلك اركبك، طب ما هو شرط عليك وأنت وافقت، يبقى 5 جنيه اللي مش هتديها له دي أموال لناس بالباطل. فهمت بقى إزاي؟ كل الحاجات دي كانت من الأول، ما تركبش، 20 جنيه كتير، 15 بس. قال لك لأ، يفتح الله، مع السلامة، تاكسي تاني. لحد ما واحد يوافق. فهمت بقى ازاي؟ لكن ما تغشوش، تقول له طيب، وهناك بقى يقف قدام الضابط تقوم تقول له على مدخلك اركبك، انت ليه العداد بتاعك عطلان وليه مش مشغله، وتزنقه قدام بتاع المرور، طب هو اتفق معك على عداد ولا اتفق معك على اجر زي ما اتفقتوا؟ فهمت بقى ازاي؟ فبتحصل اكل اموال الناس بالباطل وانت مش واخد بالك. يبقى عقد الايجاره لازم فيه ايجاب وقبول. تيجي تقول لي العمارة بتاعتك فيها شقة للإيجار، أقول لك آه، كم أوضة كذا، اطلع اتفرج. تنزل تقول لي أريد أن أستأجرها، أقول له لمدة قد إيه؟ يقول لي لمدة سنة. هتدفع بالشهر ولا بالسنة؟ يقول لي بالشهر. أقول له خلاص الشهر ب 2000 جنيه. قال لي لأ غالي عليا كتير، ينفع 1500؟ أقول له موافق، خلاص تم العقد. خدت بالك؟ يبقى تم العقد على 1500 في الشهر والمدة سنة، يبقى 12 شهر. خدت بالك؟ ادي معنى الصيغة، ايجاب وقبول، ايجاب وقبول، اللي هو ايه؟ اللي بنتفق بيها، تم الاتفاق يبقى ايه؟ يبقى تمت الصيغة. وذكر المصنف ضابط ما تصح ايجارته. هل كل حاجة بقى تصح ايجارتها؟ اه، لازم الحاجة اللي تصح ايجارتها ليها تعريف في الشرع.
وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كاستئجار دار للسكنة ودابة للركوب، دابة للركوب العربية، أتوبيس، طيارة، كل ده بقى خدت بالك. وكان زمان يأجروا حمارة ويأجروا جمل ويأجروا وهكذا، كل الحاجات دي على حسب كل وسائل النقل في كل عصر صحت إجارته. أنا العربية لما بركبها وأروح بيها مشوار استهلكتها ما استهلكتهاش، من العربية زي ما هي موجودة يبقى ده يصح إجارتها. لكن ينفع أجر سميطة عشان أكلها؟ ما تنفعش، مش تبقاش عقد إيجار، يبقى عقد بيع وشراء عشان أتملكها وأعرف أكلها وأخلصها. يبقى الإيجارة لازم الحاجة تفضل باقية بعد ما استعملها زي ما هي على مقابل، وأتملك المنفعة ما تملكش الرقبة، أتملك المنفعة وما تملكش إيه؟ الرقبة نفسها اللي هو الشيء نفسه، فهمت؟ انما اي حاجة هتستهلك لو استعملتها يبقى ما خدهاش من عقد الإيجارة، اقراها بقى في عقد البيع، اقراها في عقد الهبة او الهدية او الاعارة. في الاعارة ما ينفعش برضو، لازم الاعارة تفضل زي ما هي، مش كده برضو؟ فيبقى ما ينفعش اعيرك حلة محشي تاكلها وبعدين اقول لك ما ينفعش لان هتاكلها، لكن ممكن ادها لك هدية بقى، هبة، صدقة، اي حاجة، بيع وشراء. يبقى لازم اعرف كل عمل ونشاط انا بعمله ده تبع اني عقد في الشرع الشريف، عشان اعرف اداب كل عقد. هي دي المهم. هتيجي انت تتجوز، الزواج ده عقد، حاجة طلق، ده الطلاق ده عقد، هعمل خلع، ده الخلع ده عقد، اشوف بقى ايه الحقوق هنا وايه المطلوب هنا وايه الواجبات هنا، وإلا وقعت في اكل اموال الناس بالباطل. واحنا عايزين نقابل ربنا نضاف، ما احنا بنعيب على حكامنا انهم ظلمونا. طب ما انت ما بتتعامل مع الناس بتظلم، عشان كده ربنا جاب حكام ظلمه، عشان انت برضو ظالم، فهمتني بقى ازاي؟ لكن انت لو حررت علاقتك بالناس بالحق والمستحق او بالاحسان، وكثر الناس اللي بيتعاملوا بالطريقه دي، بص تلاقي ربك يغير الحاكم، يجي لك حاكم زيك. ايام ما كانوا الصحابه على درجه عاليه كان مين اللي بيحكمهم؟ النبي، مش كده؟ بعد وفاة النبي مين اللي حكمه؟ سيدنا أبو بكر الصديق. وبعدين فضلوا حلوين، جاء سيدنا عمر بن الخطاب. فضلوا حلوين، جالهم سيدنا عثمان. وحشوا في آخر سيدنا، في آخر عهد سيدنا عثمان، دخل فيهم من ليس منهم، فتقاتل سيدنا عثمان، وبقوا غير صالحين إلا يحكمهم واحد ظالم، لأنهم ظلمة. فسيدنا علي قعد يحاول معاهم 4 سنين، لا هم قابلين ولا هو قابلهم، مش عارفين يتفهموا. سيدنا علي من كبار الاولياء الكبار قوي والعلماء والعارفين، ودول ناس اهل دنيا عايزين شويه حاجات سريعه، فابتدى يحصل المشاكل والفتن. وبعدين قتل سيدنا علي، وبعدين جه سيدنا الحسن 6 شهور برضه ما استحملش، ولا هتبقى فيها اراقه دماء، سابها لمعاويه. معاويه قعد بحكمته، لانه كان عنده حكمه غريبه، يعرف يمشي الناس ويحقق اغراضه في نفس الوقت. وبعد كده حصلت المصيبة، التوريث، أول توريث في الإسلام، وكان توريث الحكم من معاوية ليزيد. انبنى عليه إيه؟ استباحة دماء آل البيت في كربلاء، واستباحة المدينة المنورة في أيام إيه؟ في الحر اللي هي موقع الحرة، واخد بالك؟ واستباحة الكعبة أيام سيدنا عبد الله بن إيه؟ ابن الزبير. كل ده بسبب إيه؟ بسبب مصيبة التوريث. وده اللي حصل في اليمن حالياً عشان كان ابن صالح عايز يورثها لابنه. واللي حصل في مصر عشان ابن مبارك عايز يورثها لابنه. واللي حاصل في سوريا في ليبيا عشان ابن القذافي عايز يورثها لابنه. واخد بالك إزاي؟ اللي هو سيف الخراب. وليس سيف الإسلام، وهكذا. خدت بالك إزاي؟ يبقى التوريث دي مصيبة تقيلة قوي، وإحنا عايشين في مصيبتها من زمان قوي، من زمان قوي. كل ده ليه؟ لأنه ما مش عارفين العقد اللي بين الحاكم وبالمحكوم، لأن حتى الحاكم والمحكوم بيننا وبينهم بعض عقد. هل أنت وفيت بعقد البيعة كمحكوم فليك السمع والطاعة؟
ولما يكلفك بأمر تعمله بإتقان، لأنك أنت من الرعية، فكل واحد في الرعية يتقن ولا لأ؟ يبقى أي واحد ما بيتقنش وظيفته مش موفي العقد بتاع البيعة بينه وبين الحاكم. يبقى ربنا بيقول أوفوا بالعقود. فهمتني بقى إزاي؟ طيب والحاكم؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وشر الحكام الحطمة، اللي حطموا اللي بيحكموهم، مش قايل كده الرسول؟ شر الحكام الحطمة، اللي هو يحطم الناس، حطم حقوقهم وحطم أجسادهم وحطم كرامتهم ويذلهم ويكسر نفسهم وأمن الدولة والشغلانة والتجسس عليهم وتعذيبهم، كل دي مصايب. يبقى كل الحكاية العلاقة بينك وبين ربك عقد، والعلاقة بينك وبين رسولك عقد، والعلاقة بينك وبين زوجتك عقد، والعلاقة اللي بينك وبين جيرانك عقد، والعلاقة اللي بينك وبين كل التعاملات عقود. وعشان كده دراسة المعاملات لابد منها لكمال إسلامك. لو ما درستش باب المعاملات وقعدت تعرف باب العبادات طول عمرك، يبقى انت ما تعرفش حاجة عن الإسلام لسه، تعرفش حاجة عن الإسلام لسه، لأنك هتقع في الحرام. لو ما درستش العقود هتقع في الحرام. فناخد بالنا من الحكاية دي. صحة إدارته، يبقى صح إدارة إيه؟ كل شيء ما يجوز الانتفاع به ويبقى بعد الانتفاع به تصح إدارته، وإلا فلا. يعني وإلا لو كان إيه لا يبقى، يبقى لا يصلح لإدارته. طب افرض إن في حاجة بتفنى يعني بالاستعمال وبتخلص وانا عايزها، ما تدورش عليها بقى باب الايجار، دور عليها باب ايه؟ البيع والشراء، دور عليها باب الهبه. فهمت ازاي؟ دور عليها باب الارث، ممكن تورثها من ابوك، دور عليها في اي باب تاني، باب الجعاله، نقرا ابواب الجعاله، وهكذا. كل حاجه ليها بابها، خدت بالك؟ ولصحه ايجاره ما ذكر شروط، ذكرها بقول اذا قدرت منافعه بأحد أمرين. عشان تصح بقى الإدارة، يبقى الحاجة دي ليها منفعة، وإن أنا لما بنتفع بيها ما بتستهلكش، بتبقى زي ما هي. طيب تصح إدارة الأشياء دي إيه؟ بأمرين، إما بمدة، لازم تحدد المدة، أو عمل. إما بمدة، كأجرتك هذه الدار سنة، يبقى إيه؟ لازم أحدد المدة. ما فيش عقد إدارة غير معلوم المدة، فهمت؟ خالص. أو عمل، أأجر التاكس، أقول له تقعد معايا النهاردة بطوله، ما بقولوش مشاوير، ده أنا بقول له أنا عايزك النهاردة تجيلي من 10 الصبح ل 10 بالليل، كويس؟ تاخد كام؟ ما قلتلوش أنت مشاوير، يبقى أنا اتخذته مدة، تعقد إيجار بمدة. وممكن تاخده بعمل، تقول له انا عايزك توصلني من المقطم للسيد عيشة، يبقى انا كده اجرته لعمل. يبقى عقد الاجاره قد يكون مده وقد يكون ايه؟ لعمل. فهمت بقى ازاي؟ او عمل، كاستاجرتك لتخيط لي هذا الثوب، يبقى لازم هذا الثوب اجيب له القماشه او اختار القماشه من عنده، لكن لازم احددها له. ما اروحش اقول له مثلا اعمل لي ثوب، اعمل لي بدلة وامشي، هتدهاني امتى؟ بعد اسبوع. يجي بعد اسبوع واخد المقاس، اصلي بدلة كحلي وانا كنت عايزها سودة، او جابها لي صوف وانا كنت عايزها كتان، نتخانق. يبقى لازم احدد. فهمت بقى؟ عشان يبقى العقد انفي الجهالة، لازم انفي كل جهالة. يبقى يوريني الثوب وحدده له، والموديل والطريقة، كل حاجة، لدرجة حتى زمان كان يقول لك يحدد الغرزة، لان كان زمان شغل يد وما كانش في مكان. ايام اجدادنا كان ايه؟ في غرزه، غرزه روميه، غرزه فارسيه، غرزه مش عارف ايه، يحدد حتى الغرزه ازاي هيخيط الحاجه. قال ليه بقى؟ كل ده لنفي النزاع، عشان ننفي النزاع، والا لو ما حددناش حاجه تبقى محل نزاع، واحنا مش عايزين نزاع اصلا. العقود اتعملت في الشرع الشريف لرفع النزاع، واخد بالك؟ ولمنع اكل اموال الناس بالباطل. كاستاجرتك لتخيط لي هذا الثوب، وتجب الاجره في الاجاره بنفس العقد. متى تجب الاجره في الاجاره بنفس العقد؟ احنا عايزين نقف عند دي النهارده،
يعني مش هنتكلم في الاجره النهارده عشان تحوش للمره الجايه تبقى معاك الاجره تدفعها، لكن النهارده هنقرا الجزء الاولاني، يعني بقى النهارده مش هتدفع انت حاجه، النهارده بس لسه بنحضر نفسنا لاننا ندفع. هنقرا بقى كلمتين الامام البيجوري على الجزء اللي احنا قراناه، بيقول: قول ولا تصح الاجاره الا بالايجاب كاجرتك، هذا تصريح بالصيغه، وقوله كاجرتك اي او اكريتك او ملكتك منافعه، لا يعني لا تصح بلفظ بعتكه، بعت الشيء لان هتبقى بيع لازم ايجاره، لو قالوا بلفظ البيع ما تنفعش تبقى اجاره وهي بلفظ البيع، لان البيع فيه تملك، وتملك تأبيدي وحرية تصرف، فهمت ازاي؟ والإيجار عقد مؤقت، فما ينفعش أجر بلفظ بيع، لا بعتكه، يعني ما ينفعش بإيه؟ بلفظ بعتكه، أو بعتك منافعه، برضه ما ينفعش يقول بعتك منافعه، لكن هي إيجار، لا صريحا ولا كناية. لا يقول كلمة بيع بالصريح ولا يقول كلمة بيع بالكناية، ما ينفعش، لأن هي أصلا مختلفة تماما. عقد البيع مبناه التملك والتأبيد وحرية التصرف، مش كده برضه؟ والإيجارة التصرف في حدود المتفق عليه لمدة معلومة بأجرة معلومة، يبقى مختلف تماما، مختلف تماما، مليان قيود، واخد بالك؟ وعلم من ذلك انه لا يتعين لفظ الاجاره، يعني مش شرط يبقى بلفظ الاجاره، ممكن تقول له اكريتك، اكريتك يعني اجرتك بس بلغه ايه؟ ايه بلغه ثانيه. ولا فرق في ايقاع الاجاره على العين او المنفعه، يعني ايه على العين؟ يعني اروح اقول له ممكن تديني السياره دي لمده 24 ساعه، يقول لي بكام؟ اقول له شوف انت اسعارها ايه اللي عندك، يقول لي السيارة دي عشان موديل حديث وفول اوبشن ايجارها في اليوم 1000 جنيه، لانها موديل السنة وفول اوبشن، تقول له ما فيش حاجة بس ب500، يقول له اه خد دي، دي موديل بقاله 10 سنين والتكييف عطلان فيها، اه خدها ب500، فهمت ازاي؟ يبقى لازم اتفق على حاجة متعينة معينة، واخد بالك؟ يبقى على عين حاجة معينة. وممكن اروح لواحد عنده 20-30 اتوبيس بيسافروا من مكة للمدينة، واروح اقطع التذكرة وهو يحضر لي اي اتوبيس بقى، انا ما بختارش الاتوبيس، فهمتني بقى ازاي؟ يبقى ممكن على منفعة اللي هو انه يوصلني من مكة للمدينة في الاتوبيس، دي على منفعة، او ممكن احدد الاتوبيس ده علشان في تكييف وفي مش عارف ايه وفي ستاير عاملة ازاي وعشان الكراسي بتاعته مريحة في القعدة، فانا بحدد ده، فهمت ازاي؟ يبقى يا اما حاجة متعينة اشاور عليها او انه على منفعة، انت علاقتك في السكة الحديد ايه؟ تبقى على منفعة، بتحدد القطر انت؟ تروح تعين القطر قبل ما تقطع التذكرة؟ تروحش تعين القطر، مش كده بقى؟ يبقى بتبقى العلاقة بينك وبين سكك حديد مصر او مصر للطيران او شركة البواخر علاقة عقد على منفعة، انه هينقلك من كذا لكذا في الباخرة، فهمتني بقى ازاي؟ يبقى عندنا الإيجارة ولا فرق في إيقاع الإيجارة على العين أو المنفعة، الاثنين صح، فالأول اللي هي على العين، عين يعني إيه؟ عشان حاجة متعينة يعني بتشوفها بعينك، أدي معنى العين، حاجة شايفها بعينك محددة، كقوله أجرتك هذا الثوب، في ناس بيروحوا يأجروا فستان الفرح، مش كده برضه؟ أي دي إيجار، في واحد يأجر بدلة الفرح يجيبها من عند مثلا واحد يلبسها يوم كده، واخد بالك ازاي؟ عشان هو ما عندوش بدلة، يبقى دي إيجارة ثوب، ينفع أجر الثوب 10 سنين؟ ما ينفعش، يكون داب، لكن ممكن أجر الثوب يومين ثلاثة، أسبوع، شهر، مش هيدوم في خلال المدة دي. لكن لو اتفقت معاه ان انا اجر الثوب 10 سنين يقول لك عقد باطل، ليه؟ لان الثوب هيستهلك في المده،
فما ينفعش. يقول له انت عايزه 10 سنين، طب ما تشتريه بقى. يقول له بقى اشتريه بقى. فهمت بقى المسألة؟ كقولي أجرتك هذا الثوب مثلا، والثاني اللي هو على المنفعة كقولي أجرتك منفعة هذه الدار سنة مثلا على الأصح. ويكون ذكر المنفعة تأكيدا كقول البائع بعتك عين هذه الدار ورقبتها. بيدي لك أمثلة تناسب عصره، وأنا بديك أمثلة تناسب العصر بتاعنا، واخد بالك؟ لأن الإمام البيجوري هنا كان أيامه بيتنقلوا بإيه؟ بالحمارة والبغل والحصان والحمار والمركب، كنش يعرفوا وسائل نقل تانية أخرى غير دي. فهمت إزاي؟ فلازم يكلمك على مثل هذه الأمور. قوله كاستأجرت أي أو اكتريت أو نحو ذلك. قوله وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته أي قاعدة الكلية، وهو بقوله متعلق بذكر وكل ما، قال لك وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارة. وقوله أمكن وكل ما أي وكل شيء، ما هنا موصولة بمعنى شيء، يعني بمعنى شيء، ما قلناش الذي ولا التي ولا التي لأن دي للعاقل، إنما هنا ما بيتكلم على حاجة بأجرها، ده جماد أو حيوان فنخليها شيء تبقى كويس. كويس؟ لأن الشيء يطلق على العاقل وغير العاقل. واضح؟ وكل ما أي وكل شيء، فكل مبتدأ وجملة صحت إجارته خبره، وما بمعنى شيء مضاف إليه، وتكتب مفصولة من كل. ما أنت ممكن تكتب كل ما وتلزقهم في بعض بس تبقى اسمها كلما، ودي تبقى ظرف. كلما يعني إيه؟ يعني دي متعلقة بإيه؟ يعني كل حين، كل حين أو كل وقت. فهمتني إزاي؟ يبقى دي حاجة ظرفية، لكن هنا كل شيء، فأما أكتبها كل ما أو أفصلها، أكتب كل لوحدها وما لوحدها. خدت بالك؟ علشان إيه؟ أبين الفرق. يبقى بيعلمك كمان إزاي تكتب، لأن ممكن إيه؟ يعني يحصل اختلاف في المعنى لو شبكت أو فصلت. واضح؟ وتكتب مفصولة من كل، يعني ما تكتب مفصولة من كلمة كل، كل واحدة مفصولة. في علم في القرآن اسمه علم الفصل والوصل، معروف علمه متألف فيه قصائد وحاجات تتحفظ علشان تعرف فين الحتة الموصولة والمفصولة. وقوله أمكن الانتفاع به أي سهل وتيسر الانتفاع به عقب العقد في إجارة العين وعند استحقاقها في غيرها. عند استحقاقها في غيرها زي حاجة بتتفصل، بيفصل لك أوضة نوم، بيفصل لك أوضة سفرة، فهمت إزاي؟ أو بيفصل لك مثلا ثوب تلبسه أو شيء من هذا. ولا بد أن يمكن الانتفاع به شرعا، ولازم يبقى الانتفاع به انتفاع مشروع، ما يكونش حاجة ينتفع بها والانتفاع بها حرام، لأن ده عقد شرعي. فهمت؟ فما روحش أنا أجر حاجة حرام شرعا، أأجر منه خنزير علشان أقعده عندي شوية، طب ما الخنزير أصلا يحرم اقتناؤه، فطالما يحرم اقتناؤه يبقى يحرم بيعه وشراؤه وهبته وإيجارته. فهمتني إزاي؟ يبقى لازم كمان يكون العقد ده على شيء مشروع. خدت بالك؟ ولا بد أن يمكن الانتفاع به شرعا فلا تصح إيجارة آلات الملاهي. ما تنفعش إيجارة، لأن احنا عندنا المعازف حرام، عندنا مين؟ عند الشافعية وكذا المالكية وكذا الأحناف والحنابلة، آدي عند المذاهب الأربعة. يعني معنى كده أن في بعض مذاهب مسلمين تجيز المعازف، بتجيزها بشروط وقيود شديدة، لكن الحكم الغالب فيها انها حرام الا الطبلة. الطبلة بس ليه؟ لانها من آلات الحرب ومن آلات التنبيه ومن آلات بتنظم مسيرة الجنود، فبيحتاجوها وبيستعملوها في الافراح. كانوا زمان مثلا الجنود اما تبقى ماشية يبقى في طبلة كده تعمل كده تقوم تحدد سرعة المشي، عايز يسرع الجنود يسرع ايه؟ النار، يبقى يقدر يتحكم في سير آلاف مؤلف
ليها فايده. انما ما ينفعش ايه يبقى مزمار، لان المزمار مزامير الشيطان. آلات الملاهي الحكم الشرعي فيها انها حرام، البيانو حرام، العود حرام، كمانجة حرام، لو كل ذي وتر حرام، واخد بالك ازاي؟ حرام من الكبائر ولا من الصغائر؟ من الصغائر. يعني اللي بيسمعها ويروح بعد كده يغسل ودنه وهو بيتوضى ربنا يكفر له اللي سمه، لانها مش من الكبائر. فهمتني ازاي؟ الا اذا كانت تؤدي الى كبيره، لان في بعض انواع المزيكا الصاخبه تؤدي بعد ذلك الى ان الانسان بيفقد سيطرته على نفسه، يقوم يعمل حركات غريبه، واخد بالك؟ ودي مشهوره قوي في البلاد اللي فيها لوثات كده زي امريكا، حاجات من دي، فتبص ليه يعملوا دقات معينه بحيث ايه تفقدك حتى توازنك واحساسك بالوقت والوقار والحاجات. لا يبقى دي حرام وقد تصل الى الكبائر. لكن اذا كانت النغمات العاديه اللي انت بتسمعها دي كلها حرام من الصغائر. يعني لو قلت استغفر الله، صليت، اتوضيت، تصدقت، ربنا يعديها لك، مش من الكبائر يعني. الا انت تبقى من الكبائر لو جاي معاه رقص وحطت كاس خمره، دخلنا بقى في الكبائر. فهمت ازاي؟ لكن هي لوحدها لا، لانها صوت. فهمت بقى المساله؟ يبقى العلماء اللي قال لك حرام ما قالش انها من الكبائر. دي نقطة مهمة تاخد بالك منها، لأن لما تقول للواحد دي حرام ومن الكبائر وهو شغال فيها، فوتت الدنيا في عيشه في وشه. فهمتني بقى ازاي؟ لكن لا، هو حكمها الشرعي ما قالش انها حرام من الكبائر. مش زنا هي ولا شرب خمر ولا شرك بالله يعني، ولا عقوق والدين ولا قتل نفس، لا مش كده، مش كده. لأن الحرام عندنا نوعين، حرام كبائر وحرام صغائر، واخد بالك؟ يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم ده إيه؟ اللي هي الصغائر. إن ربك واسع المغفرة، يغفر الصغائر دي. خدت بالك؟ يبقى الحكاية سهلة. يبقى ما تعقدش الدنيا. وعشان كده بعض الطرق الصوفية، وإن كنا إحنا لا نجيزها في طريقتنا، يجيزون الذكر مع المعازف إذا كان تؤدي إلى الوجد. بعض الطرق الصوفية زي بعض النقشبندية وبعض الطرق الصوفية بيجيزوا مثل هذا، طريقتنا احنا لا نجيزها، واخد بالك ازاي؟ ونحتاط، لان لكن على اي حال اذا دخلت ببعض الطرق ولقيتهم بيعملوا كده، الامر واسع، في علماء اجازوها، بس مش عجباني انصرف مع السلامة، ما تتخانقش معاهم، حكاية سهلة. فهمت بقى ازاي؟ لكن ما تقيدش الامور وتعملها ان كده يبقى كافر وضالي وفي النار ومش عارف ونكبر، لا مش كده. يمكن اولية، يمكن اولية يا سيدي، ايه عرفك؟ والناس بيعملوا حرام، حرام مغفور، حرام مغفور واولية. هو الولي يعني مش معصوم من فعل المحرمات؟ هو الولي نبي؟ الولي مش نبي. الولي يقع في الصغائر، يقع في الصغائر، لكن لا يصر عليه. ولو وقع وما يقعش في الكبائر، ولو وقع في الكبائر يتوب بسرعة، مش كده برضو؟ يبقى لازم الواحد يوزن الأمور علشان ما يقلبش ايه دماغه كتير. لكن احنا عندنا، وده مذهب الشافعي اهو، احنا بنقرأ مذهب الشافعية، آلات الله حرام، يبقى لا يصح إيجارتها، ولا يصح بيعها ولا شرائها، ولا يصح اقتنائها، ولا يصح إهدائها، ولا يصح تصنيعها. فهمتني ازاي؟ ولا تصنعها ولا تعمل حاجة، خدت بالك؟ فلا تصح إيجارة آلات الملاهي كالدربكة والزمارة. آلات كانت مشهورة عندهم ولحد دلوقتي موجودة في بعض الإيه الناس اللي بيفهموا في الإيه في الآلات اللي هو موجود. بخلاف بقية الطبول فتصح إيجارتها. وقلنا الطبول علشان إيه؟ بتجوز في الأفراح وبتجوز في الحروب وبتجوز في التنبيه. وقول مع بقاء عينه، أي مدة الإيجارة لا دائما. يبقى لازم تبقى عينه مدة الإيجارة، مش دائما، لأن كل ما عليها فان. فهمتني إزاي؟ يبقى لازم مدة الإيجارة تبقى عينه. فإن ذلك ليس بشرط، بقائها دائما دي ليس بشرط، لكن هي بقاء عينها مدة الإيجارة، هو ده اللي إحنا عايزينه. وعلم من ذلك أن موردها المنفعة، يعني عقد الإيجارة بيرد على إيه؟ على المنفعة.
لان الحاجه دي هترجع تاني، يبقى مش على العين، ده على منفعه العين. فهمت؟ وان تعلقت بالعين، لان المنفعه ما بعرفش انتفع بيها الا لما استعمل العين، يبقى عقد الايجار على المنفعه وان كان المنفعه متعلقه بالعين. فهمتني بقى ازاي؟ لان في نوع من التعلق، كإجارة معين من عقار ورقيق ونحو ذلك. معين من عقار، يعني انا عايز الشقة الفلانية اللي في العمارة الفلانية رقم كذا شارع كذا، دي معينة من جميع الجهات. او رقيق، ايام ما كانوا بيأجروا الرقيق برضه يبقى عنده عبد، والعبد ده واد نجار تمام شاطر، يروح مأجره مثلا لجاره علشان ينجر له الموبيليا بتاعت بنته اللي بيجوزها. فهمتني ازاي؟ يأجر وياخد هو يقبض. يبقى لما بيأجر رقيق معين، بيأجر رقيق معين بيعمل صنعة معينة، فلان الفلاني اللي اسمه كذا، يبقى ده اسمه معين ونحو ذلك. وعلى ذمة، وممكن تيجي الإجارة على ذمة مش على معين، كإجارة موصوف في الذمة من دابة ونحوها، زي ما قلت لك تذكرة السكة الحديد دي على ذمة، ذمة السكة الحديد توسر لك القطر اللي هيركبك الساعة كذا. رحت أنت عينت القطر، ممكن تركب القطر تلاقي الكراسي مخلعة. تقول لهم لا أنا مش عاجبني، فين الكراسي؟ هي أنت ليك توصل وخلاص. فهمتني إزاي؟ ليك اللي يبقى في قطر الساعة كذا هيتحرك يوديك الصعيد أو يوديك وجه بحر وخلاص، يبقى دي على ذمة. فهمت؟ كإجارة موصوف في الذمة من دابة ونحوها. أنت ساعات تيجي في التذكرة يقول لك أنت عايزها تكييف، ولا عايزها درجة أولى، ولا عايزها درجة تانية، ولا عايزها إيه يعني، صالون مقفول عليك، وكل حاجة ليها سعرها. فهمت إزاي؟ يبقى دي حاجة موصوفة في الذمة. فهمت؟ وإلزام ذمته عملا، وممكن برضو تلزم ذمته عمل، زي الخياط تدي له حتة القماشة وخد المقاس، أجي استلمها بدلة أنت يقول لك الأسبوع الجاي، يبقى دي على ذمة برضو. كخياطة وبناء، معناه أن الإيجار بناء برضو، ممكن أنت ساعات تتفق مع مقاول يعمل لك، يمسك لك أرض ويسلم لك تسليم مفتاحي وتدي له الرسومات وكله، يبقى متفق معاه على بناء، يبقى العقد بينك وبين المقاول اللي بيبني لك ايه؟ عقد ايجار. معناه ان الايجار ترد على منفعه متعلقه بالعين، كان يقول اجرتك هذه الدار او هذا العبد او هذا الثوب، وعلى منفعه متعلقه بموصوف في الذمه، كان يقول اجرتك دابه في ذمتي، او منفعه متعلقه بالذمه، كان يقول الزمت ذمتك خياطه كذا وبالجمله، فموردها المنفعة للعين، سواء وردت على العين أم على الذمة. ولا تكون إجارة العقار الكامل أو الأكثر من نصفه إلا على العين. عقار كامل، عمارة بحالها أنا عايز أأجر عشان أسكن فيها أنا وعيالي، واخد بالك؟ يبقى لازم تبقى متعينة بقى، واخد بالك؟ طالما العقار كامل أو أكثر من نصف العقار. ليه؟ لأن ملوش مثيل. الحاجة المتعينة ملاش مثيل، لأن أنا عايز عقار معين في مكان معين في شارع معين عدد شقق فيه كذا ومساحته كذا، فملوش مثيل، صعب تلاقي المثيل ده. وبالتالي يبقى طالما على عقار كامل يبقى لازم أعينه بقى، أو أكتر من نصف العقار لازم أعينه لأنه ملوش مثيل. لكن لو كان نصف العقار مش شرط عين، لانه ممكن يديني النصف اليمين او يديني النصف الشمال، لانه زي بعض. فهمت بقى؟ لكن لو اكثر من النصف ما ينفعش الا اعينها. ولهذا لا يصح، ولا تكون إجارة العقار الكامل، العقار الكامل او الاكثر من نصفه الا على العين، فلا يثبت في الذمة لانه لا يوجد له نظير. ولهذا لا يصح قرضه. خد بالك ان الوقت بقى ممكن يبقى العقار له نظير. الامام البيجوري ايامه العقار ملوش نظير، لانه كل مبني
مبنى بموديل معين بشكل معين على زاوية معينة ما تتكررش. دلوقتي في بعض القرى بتبقى مكتات يعمل لك 50 عمارة كلهم طبق الأصل. مش ده بيحصل؟ يبقى أصبح دلوقتي ممكن العقار يؤجر على المنفعة مش على العين. ليه؟ لأنه في نظام مباني دلوقتي جديد أصبح كله بيبقى زي بعض. كان زمان الخياطة يدوية هاند ميد ما تتكررش. كرسي ده هاند ميد ما يعرفش إن أنا أعمل زيه طبق الأصل، لأنه كل مرة اللي بيشتغل بإيده بيبدع بطريقة معينة. مش كده برضو؟ عشان كده تلاقي الهاند ميد. لكن عملنا دلوقتي مصانع وخراطات للخشب، أصبح أحط بتاع الخشبة تطلع لك 100 زي بعضها طبق الأصل. يبقى هنا بقى أصبح الصناعة غيرت القواعد المكتوبة في كتب الفقه القديمة. فلما تيجي تراعيها دلوقتي، العربيات دلوقتي المصنع يطلع لك 1000 عربية موديل واحد شكل واحد مقاس واحد زي بعض لون واحد، تعرفش تميز بينهم. مش كده ولا لا؟ كان زمان لو العربية هاند ميد ملهاش مسير، لكن دلوقتي العربية مش هاند ميد، المطبعة بتطبع. كان زمان الخياطة حتى يغزل لك الحاجة القماش نفسه هاند ميد، دلوقتي بمكن يطلع لك الاتواب كلها زي بعضها. يبقى تختلف لما تيجي تقرا في الكتب القديمه، تعرف ايه اللي حصل في تغير في حياتك علشان تعرف القده معتبر ولا غير معتبر. فاصبح القده غير معتبر ايامنا. ليه؟ لوجود النظير. كان زمان ملهاش نظير، واضح؟ يعني ملهاش مثيل. ويشترط في صحة إجارة المعين رؤيته. هأجر عربية معينة بقى، يشترط طالما تتعين إن أنا أعينها وأشوفها وألف حواليها وأجربها وأشوف نوع الفرش بتاعها كمان. يمكن أنا عايز فرش جلد طبيعي، لأن أنا عندي حساسية وارتكارية، لو ركبت على عربية معمولة بموكيت ولا مش عارف إيه هيجي لي هرش. يبقى لازم أعين بقى، لازم اعينها واشوفها. ويشترط في صحة إجارة المعين رؤيته. كهذه الدابة في عقد البيع برضو كده. في عقد البيع لازم هتشتري بضاعة لازم تشوفها، فلا يجوز بيع الغائب. مش كده برضو؟ إلا في عقد السلم بشروط بقى. يبقى بيع الغائب أروح أجيبه فين؟ في عقد السلم. أشوف إيه أحكامه. فهمت؟ وهكذا. ويشترط في صحة إجارة المعين رؤيته كهذه الدابة أو هذا العقار. وفي إجارة الذمة ذكر جنسه. لما نأجر بقى في ذمته هقول له أنا عايز تحضر لي عربية هاخدها المشوار في اسكندرية، وأنا اتصلت بشركة إيجار سيارات حضر لي عربية، يوم يقول لي أنت عايز عربية موديل إيه؟ لونها إيه؟ ايه الاوبشنز اللي فيها؟ عايزها مكيفه ولا مش مكيفه؟ عايزها ازاز كهرباء ولا مش كهرباء؟ عايزها نبتدي بقى نوصف. طالما مش موجوده يبقى نبتدي نوصف. يبقى ايه؟ اذا غابت الرؤيه حل محل الرؤيه ايه؟ الوصف في الذمه، علشان ما يحصلش نزاع، اللي هي في عقود السلم بقى. فهمتني ازاي؟ وفي اجاره الذمه ذكر جنسه كإبل أو خيل. كويس؟ دلوقتي سيارة ولا أتوبيس ولا قطر ولا طيارة؟ دلوقتي يقول لك رحلة عمرة، طيران بكذا، بواخر بكذا، أتوبيسات بكذا. فهمتني؟ زي بقى بيحضر لك أهو. فيبقى لازم إيه؟ يقول لك الجنس. ونوعه كبخاتي أو عراب. البخاتي اللي هي الإبل البختية اللي هي ليها سنامين، عشان انا هسافر انا ومراتي يبقى ليها كرسيين. فهمت؟ اذا كان زمان في ابل كده ايه بسنامين يسموها بختيه، واخد بالك؟ هسافر انا وابني، بدل ما نبقى ماشيين على جمالين يبقى جمل واحد راكب وراه وقاعدين نتكلم مع بعض ونتسلى في السكه. هو كان بيسافروا بال40 يوم. فهمت ازاي؟ يبقى لازم نشترط. انا ما بحبش يبقى حد ورايا يقلب دماغي، انا بحب في السفر اقعد اصلي اقرا قراني، اقول له لا انا مش عايز بختيه، انا عايز سنم واحد
نحب انا القعده الانفراديه الم مخي خلاص ما يجراش حاجه، واخد بالك؟ وهكذا يبقى كل حاجه بتختارها. كابل او خيل ونوع كبخات او عراب وذكورته او انوثته، كل ده برضه توصفه. وصفه سيره من كونها مهملجه يعني سريعه السير، او بحرا اي واسعه الخطى يعني ما بتجريش لكن خطوتها واسعه يسموها بحرا، او قطوفا يعني بطيئه السير يعني خطوتها متقاربه. كل حاجه بقى نختارها، كل دي انواع سير الابل والماء ايه والجمال والبغال والحمير ايام ما كان دي وسائل المواصلات. كل حاجه بتبقى ليها سعر طبعا. افرض ان انت راجل كبير ما تقدرش تركب ايه حاجه مهملجه تجري على طول هتقع. راجل كبير، انت راجل شباب فارس وهتركب حاجه قطوفه تفقعك بقى. انت متعود على طول تركب حاجه سريعه. كنت تجيب لك حاجه قطوف تقعد تعمل لك كده. رجليها بتلف حوالين بعضها تضايقك دي. لكن يمكن دي تعجب واحد تاني عجوز ما يقدرش ايه. كل واحد بقى بيختار اللي يناسبه يعني. اي بطيئه السير لان الاغراض تختلف بذلك طبعا. واحده ست كبيره غير شابه صغيره غير راجل غير طفل غير كل واحد تختلف اغراض. ويشترط في إجارة العين والذمة للركوب ذكر قدر سرى وهو السير ليلا أو قدر تأويب وهو السير نهار. لازم كمان نشترط. كان زمان السفر بيستغرق شهر. طب أنت هتمشي بالليل قد إيه وتريح قد إيه وبالنهار قد إيه وتريح قد إيه؟ افرض أنا ما بحبش المشي بالنهار عشان الشمس بتتعبني. أقوم أتفق معاه إن أنا أما أجر الدبة دي كل سفري بالليل وأول ما يطلع النهار راح. أو يقول لي هنمشي 4 ساعات بالنهار من بعد الفجر لحد قبل الظهر ونريح لحد قرب المغرب ونمشي بعد المغرب 6 ساعات ونريح قبل صلاة الفجر ساعة وهكذا. يبقى يحدد التأويب والسرى، التأويب اللي هو السير في النهار والسرى السير في الليل. سبحان الذي أسرى بعبده جاية إيه؟ يعني السفر ليلا. أنا اسمي إيه؟ يسري يعني المسافر ليلا. ده اصل الاسم كده يسري يعني يسافر ليلا. فهمت ازاي؟ مش من اليسر اللي هي يعني ايه اللي هي التيسير زي ما الناس العوام فاهمه. وان كان فيها معنى هذا لان العرب اعتبروا ان السفر ليلا يخوف في الظلم، يقوم يختاروا لفظ فيه التيسير علشان يبقى فأل حسن. زي ما يجي مثلا في الصحراء اللي هي المهلكه يسميها مفازه، ويجي للراجل العيان يقول عليه سليم عشان ايه يعني ايه يعني فأل الحسن. من باب الفأل الحسن فيقول لك المسافر ليلا يسموه ايه يسري، جاية من اليسر ومن السفر ليلا علشان يزيل وحشة السفر في الظلم بالاسم الحلو. فهمت بقى المعنى؟ تأويب. أو قدر تأويب وهو السير نهارا حيث لم يضطرد عرف. يعني طالما العرف ما فيش عرف متعارف بيسافروا قد إيه بالليل وقد إيه بالنهار يبقى لازم أفهم الشروط إيه. لكن افرض في عرف معروف إن الرحلة دي بيمشوا بالنهار كذا بيمشوا بالليل كذا، دي رحلة معروفة والعرف ماشي على كده بقاله سنين طويلة، يبقى خلاص ما يشترطش إن أنا أشرط عليه لأن ده معروف عرفا. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. افرض ما فيش عرف. يبقى نتفق بقى. نعمل احنا عرف. فهمتني بقى المسألة؟ حيث لم يضطرد عرف والا حمل عليه. طب افرض في عرف يبقى يحمل الاتفاق على العرف. واضح؟ فإن شرط خلافه. افرض عايز يخالف العرف فاشترط. حمل على الشرط الجديد. واضح؟ لأن المؤمنون عند شروطهم. وللحمل رؤية، رؤية محمول. ويشترط للحاجة اللي هتأجرها تأجرها عشان يحملوها. لازم اللي هياخدها يحملها وينقلها لك زي الطرود، هتبعت طرد. واخد بالك؟ فلازم يعاين الطرد ده ويعرف وزنه قد ايه، حجمه قد ايه عشان يعرف هيرصه فين.
فهمت؟ وللحمل رؤية محمول، يعني يشوفوا يقول له هتنقل لي الشنطة دي، يبقى شاف، يقوم يعمل لها المكان اللي يناسبها، او امتحانه بيد، او يروح مجربه كده يشيله بيده، يقول له دي حوالي 20 كيلو، يعرف تقولها كمان. فهمت ازاي؟ يبقى ادي معنى امتحانه باليد. مثلا ان حضر، يعني لو كان موجود قدامه يشاور له عليه، واذا كان الوزن معتبر يقوم يجربه بايده، او اذا كان في ميزان يوزن. وده معمول بيه في الطيران وفي البواخر والحاجات دي كلها، بيمسك البضائع كلها يروح وزنها، مش كده برضه؟ ويقول لك ان الزياده عن كذا كيلو هتدفع الكيلو بكذا. كل دي اتفاقات معروفه وموجوده شروط. تيجي انت تتهرب، بتاكل اموال الناس بالباطل زي المصريين، يبقى حاجج وجاي من الحج وجاي بالعرض كده، ويقول للراجل على الميزان ما تعديها بقى، ربنا يكرمك بقى، انت هتخلص حجك وتاكل اموال الشركه بالباطل. ما يصحش. يقول اصل انا جايب كتير. طب وليه جايب كتير؟ جيب قليل وما تاكلش اموال الناس بالباطل. يقول لك اصل هدايا. هو الهدايا واجب عليك؟ هاتها لهم هنا من عند سيدنا الحسين، شويه طواقي وشويه سبح وبتاع وخلاص، وكم مصليه وانتين. لازم انت تشيلهم في الطياره وتشيلهم على كتفك وتاكل كمان الميزان على الطيران. شفت بقى المشكله والحاجات اللي بتحصل، مخالفات تقوم تعمل مشاكل. طيب ويشيل زمزم ويقول له زمزم في ايه؟ لا اديته 20 ريال يروح معديها، دي رشوه حرام، واخد بالك؟ وبعدين تقول انا جايب زمزم عشان شفت، ما هو جايبها بحرام، تقوم تشربها تقول انا ما خفتش. انت ما خفتش عشان جايبها من حرام، العيب مش من زمزم، انت كلت الاجره بتاع نقلها. فهمتني بقى ازاي؟ فدي المشكله اللي بتحصل في الناس وهي مش واخده بالها. ما احنا لو ناخد بالنا من الاحكام تلاقي الحكايه سهله. يقوم ساعتها بقى عارف انه هيدفع في الميزان، يقوم بدل ما يجيب جركن زمزم قد كده هيجيب بقى كوبايه. يقوم تبقى هي دي اللي فيها البركه بقى. ليه بقى؟ لانه دفع ثمنها وجايه بحلال، يقوم هو بق واحد بس، يا رب اشفيني، خف على طول. انما الجركن يشربه كله ويملى دوره الميه بول وبرده لسه ما خفش. ليه؟ لانه جايبه غلط، مهربه، يقول لك عيال فهلويه. انا رحت اتكلمت معاه كده وبتاع، واديته مش عارف ايه، ودعيت له بتاع، الراجل عدها لي، ربنا يكرمه. طب وهو يعني يملك الشركه عشان يتصرف؟ ما هو برده قصر في وظيفته، وانت اعنته على التقصير في وظيفته. شفت بقى المصايب اللي بتحصل؟ وبعدين في الاخر نقول ليه حكامنا كلوا اموالنا؟ ما احنا ما نعمل كده. ليه حكامنا بيورثوا؟ يقول لك كل واحد شغال في وظيفه، يقول لك ولاده يبقى هم ابناء العاملين. طب ما انت بالتوريث اهو، اللي انت بتحاربه في الحكم بتعمله في شغلك. شفت انت بقى ليك وشين ازاي؟ يبقى تحرمه، تحلله لنفسك وتحرمه على حسني مبارك. كان عايز يورثها لابنه، ما انت عايز تورث وظيفتك وانت في بنك كبير لابنك اللي هو لسه متخرج من تجاره، وتحرم الاف التانيين اللي يمكن خبراتهم اكتر. مش ده اللي بيحصل ولا لا؟ خد بالك من الحاجات دي كلها، لان احنا مش عارفين العقود والمعاملات. فيبقى لازم لما قلنا لا للتوريث يبقى لا للاستثناءات في التعيينات، وتبقى التعيينات بالتكنوقراط اللي هي الكفاءة، مش كده برضه؟ مش يقول لك احنا عايزين حكومة تكنوقراط؟ كل شوية يقولوا الكلمة دي. طب اشمعنى الحكومة عايزة تكنوقراط وفي الوظيفة عشان هتخص ابنك مش عايزة تكنوقراط؟ تبقى أنت بتعاير بمكيالين، تبقى أنت أونطجي. يبقى أنت حسني مبارك في موقعك. كل في موقعه حصله راعي، خد بالك كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. عرفت بقى ان كيفما تكونوا يولى عليكم، افهم بس الحكايه ماشيه ازاي. كيفما تكونوا يولى عليكم، لما بناكل اموالنا بيننا وبين بعض بالباطل، ام ربنا جاب لنا عصابه حكمت مصر. ليه؟ لان احنا برضو عصابه تيجي تشارك واحد في مشروع ياكلك. طول ما بيخسر شريكك وصادق معاك، اول ما يكسب يستأثر بيه وياكلك، مش ده اللي بيحصل؟ يقوم بالحق والمستحق في الخسارة، انما في الربح ياكلوا، وده اللي بيحصل، مش كده برضه؟ انا شخصيا دخلت مع ناس كتير في التجارة زمان اول ما اتخرجت من الكلية،
كنتش عندي دخل، كل ما احوش لي 1000 جنيه واحد يقول لي احتاجر لك فيه، قدهم يقول لي التجاره دي مربحه، خلاص يا سيدي تاجر، هتديني قد ايه؟ يقول لي هديك 50% من الربح. حاضر كويس. اول ما ياخد فلوسي يخسر. اجي اقابله بعد شهر واتنين، فين يا ابني البتاع؟ يقول لي اصل انا بقيت اخسر. طب ما انت كنت بتقول انك تربح، فيبقى انت شريكه في الخساره بس. يبقى ده اكل اموال الناس بالباطل. فهمت بقى ازاي بتحصل؟ ازاي تحصل المصيبه دي كلها؟ فناخد بالنا منها. فاحنا عايزين يا جماعه بعد 25 يناير نبقى انسان جديد بجد والله، انسان جديد من جميع الوجوه، بحيث انك انت كل ما تعيبه على الحكام ما تعملوش لما تبقى انت حاكم في مساله، وان تحكم بان الناس يحكموا بالعدل، صح ولا لا؟ دي المعاني اللي هو تغيير السلوك مش تغيير الدستور. اي دستور لو اتعمل مهما كان ما يخرش الميه، لو نفوس شريره هتجد الثغرات والمتسلقين، صح ولا لا؟ لو نفوس شريره في اكتر من القران وضوحا، في ناس نفوسها شريره تسمع القران تزداد كفر، مش كده برضه؟ الذين في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا، ده من القران. يبقى اللي قلبه مريض وفي دستور هيفهمه مريض، واللي قلبه سليم وفي دستور مريض هيخاف يخالف ربه حتى لو الدستور يديه. مش الرسول بيقول ايه؟ لو حكمت لاحدكم وهي ليست له فقد اعطيت قطع من النار، مش قايل كده؟ فيقوم الصحابي لما يسمع الكلمه دي يقوم يتنازل عن حقه لاخوه، يقول انا مش عايزه بقى يا رسول الله، خلاص خاف. فاحنا عايزين نخاف، لكن احنا دلوقتي الناس بتخاف وما تختشيش، يعني بتخاف من صوت القانون ولا تختشي من الله، ادي معنى بتخاف وما تختشيش. فاحنا عايزين لا نخاف من الله، اللي هي الرقابة الداخلية بقى، هي دي اللي هتنجح اي بلد على فكرة. وساعتها بقى اي دستور يمشي، اي دستور يمشي، واي حاكم نقول له يا يعيش، لانه طالما في رقابة من جميع الجهات خلاص بنراقب ربنا، كله يخاف، كله يبقى حلو، كله يأمن. بص تلاقي نايم وهو مش قلقان ان شريكه هياكله ولا حد هيعتدي على حقه، خلاص نبقى بقينا في الجنة. لكن الدنيا مش جنة، فبقابلني لو لقيت هذا الحاكم طول ما احنا في الدنيا دي الحقيقة. هو انت هتجيب لي ولي يحكمك؟ مش هتلاقي ولي، الولي هتلاقيه قاعد في الجامع، ولو ورد عليه الحكم يقول لك لا متأسفين ومتشكرين انا كده مبسوط الحمد لله. مين اللي بيستشرف للحكم؟ اهل الدنيا، واهل الدنيا ما اهل شهوات، فربنا ينجينا. مش بقول لك تيأس، لكن اعرف ان الدنيا كده مبناها على كده، صراع بين الحق والباطل ليوم الايام. هي الدنيا مبناها كده، مبناها صراع، لكن الاستقرار والاطمئنان امتى؟ ونزعنا ما في قلوبهم من غل امتى؟ اخوانا على سر المتقابلين امتى؟ في الجنه بقى ان شاء الله، في الجنه. لكن على اي حال ما لا يدرك كله لا يترك كله بقدر الطاقه، سددوا وقاربوا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ سددوا وقاربوا بقدر الطاقه. فان شرط خلافه اتبع، وللحمل رؤيه محمول او امتحانه بيد، مثلا ان حضر او تقديره حضر او غاب، يقول له 30 كيلو، ازيد من 30 كيلو هتدفع الكيلو كذا، يبقى هنا تقديره هو غايب. وذكر جنسه مكيلا، واذا كان ايه جنسه مكيل نقول له كذا كيلو، اذا كنا هننقل قمح هننقل ذره دقيق. وعلى مكري دابه، واللي بيأجر دابه لركوب ما يركب عليه، اللي بيكري الدابه يحط البردعه عليها، ويقول لك البردعه دي اللي على الدابه دي هتبقى معموله من ستان، من حرير صناعي يعني، لان الحرير الطبيعي حرام، واخد بالك؟ او هنعملها من صوف، او هنعملها من كتان، كل حاجه بتمنها. فهمتني ازاي؟ ما يركب عليك بردعه، الحرير الصناعي يجوز، الطبيعي بتاع دود القز هو الحرام استعماله، يعني في الافتراش، يعني ما تحطوش مفرش وتقعد عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياسر، مش الحديث كده؟ المياسر والارجوان في الاحاديث،
المياسر اللي كانت بيحطوها مفارش من حرير على البرادع وعلى رحول الجمال ويجلسوا عليها الناس الكبراء المتكبرين زمان، النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. والارجوان اللي هو الحرير الاحمر، واخد، لانه كان برضه صفه المتكبرين، فنهى النبي عن هذا وذاك. يبقى كبرذعة وإكاف وما تحت البرذعة وحزام وما تقاد به كالزمام، يعني كل الحاجات اللي هي الأوبشنز المختلفة اللي هي الاختيارات المختلفة، كل حاجة ليها راحتها. افرض انت عايز برذعة بمسند، دي برذعة من غير مسند، دي برذعة شغلانة بقى. نفس الحكاية، نفس التفاصيل تلاقيها موجودة دلوقتي في السيارات برضو، كل حاجة موجودة. ويتبع في نحو، ويتبع يعني يتبع العرف او الشرع، يتبع العرف او الشرط. ويتبع في نحو سرج وحبر. حبر يعني ايه؟ افرض ان انا هأجر كاتب يكتب لي المصحف، ما كانش في مطابع زمان، فأجر انا كاتب يجي يكتب لي المصحف. اذا كان العرف ان كاتب المصحف ده الحبر عليه، يبقى الحبر عليه. وإذا كان العرف إن الحبر علي أنا اللي أنا هاخد الكتاب، أجيب له الحبر. فهمت إزاي؟ أدي معنى كحبر يعني للكاتب، وكحل للكاحل، هروح أنا كحل عيني. واخد بالك؟ إذا كان العرف بيقول إن اللي بيكحل العين الكحل عليه وإيجارها كذا، خلاص. إذا كان العرف بيقول لا، الكحل على اللي هيكحل وهو يدوب عليه الصنعة عشان ما يخزقلكش عينك وهو بيحطه، يبقى ما يجراش حاجه. لانه كان زمان الكحل برضه علاج لاطباء الرمد اللي شغالين في العيون، كل نوع من امراض العيون ليه كحل معين، يروح يكحل. فهمتني ازاي؟ فيتبع في الشرط اذا كان مشروط، او العرف ان كان معروف. واضح؟ وخيط للخياط، تجيب له انت الخيط اللي هيخيط بيه، ولا الخيط هو اللي بيجيبه الخياط، على حسب العرف. احنا دلوقتي في زماننا انت ما بتجيبش الخيط، تروح تدي للترزي القماش وهو الخيط اللي بيجيبه، صح ولا لا؟ يبقى لكن لو كان في عرف، افرض ان انا بقول له الخيط اللي موجود ده على فكره اللي بتستعملوه بيتقطع بسرعه، انا هجيب لك الخيط، هجيب لك انا خيط مخصوص. يبقى انت شرطت بقى، ويبقى كل واحد على شرط. واضح؟ وخيط وصبغ، وصبغ للصابغ برضو، اذا كان الصبغ للصباغ ده هو اللي بيجيبه او انت اللي هتجيبه له، كل حسب الاتفاق. ومرهم ودواء ومعجون للاطباء، الدواء انت اللي هتجيبه ولا الطبيب هيجيب لك الدواء ويعمل لك العمليه وكل حاجه، يعني يسميها لك ايه؟ يسميها لك كده باكج، يعني يقول لك العمليه دي تتكلف كلها كذا، بما فيها اجره الطبيب، تكاليف العلاج، متابعه المريض، المستشفى، كل حاجه اسمها باكج. خلاص. التاني يقول لك لا، انا مش عايز باكج يا دكتور، انا عايز ادفع المستشفى بمعرفتي وانت شوف اجرتك كام، والدواء انا اللي هشتريه. تقول له خلاص، يبقى انا اجرتي هاخد كذا، والدواء يا سيدي تكتبه له ينزل يشتريه، والمستشفى عندك يختار الدرجه اللي تعجبك. مش ده اللي بيحصل؟ يبقى على حسب كل عرف. ودواء ومعجون، عرف مضطرد في محل الإيجارة، يعني العرف فيها مضطرد على حسب العرف في محل الإيجارة. فإن لم يكن عرف، مفيش عرف، أو اختلف العرف في محل الإيجارة، وجب البيان. واضح؟ كلام كده واضح؟ طيب. قولك استئجار دار للسكنة ودابة للركوب. تمثيل الاستئجار ما يمكن تمثيل الاستئجار ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. قول صحت إجارته، لكن تكره إجارة مسلم لكافر عينا أو ذمة. أيامهم كان كده، أيامهم العلماء قالوا كده، تكره إجارة مسلم لكافر. طب دلوقتي بعد المواطنة، يعني ما تأجرش الواحد مسيحي تعمل لنا فتنة طائفية؟ طب افرض واحد مسيحي عنده عمارة في حتة وحي كويس انت عايز تسكن فيه، تأجر منه ولا ما تأجرش؟ يبقى تختلف بقى الأحكام دي، على فكرة. واختلاف ايه؟
الأوضاع، فما ينفعش واحد يجي يقرأ دي يروح إيه عامل أنها حكم مضطرد في كل زمان وفي كل مكان. يبقى أيام ما كان الكفار متسلطين على المسلمين لا يجوز أن أنا أخلي المسلم مستخدم عند الكافر حتى لا يفتنوا في دينه. إنما لو كان الكفار ما بيتدخلوش في أديان حد يبقى خلاص زالت العلة، يبقى تمشي التعاملات. يبقى كلامهم هنا لما كان الكفار قد يتسلطوا على المسلمين فيفتنونهم في دينهم، يمنعهم الصلاة مثلا، تيجي تشتغل في بنك واحد رئيسه مسيحي تيجي تقول له عايز اطلع اصلي الظهر يقول لك مفيش صلاة الظهر، صلى ما تروح بيتك. يا عم اما اروح البيت هيكون العصر جدا الظهر دي عليا، يقول لك لا مالناش دعوة نظامنا كده. يبقى هنا في الحالة دي بقى يحرم للمسلم انه يستمر عمله مع هؤلاء الناس، بس يستقيل. ده حتة تانية، فهمتني ازاي؟ لو وصل لهذه المرحلة انه هيمنعه من اداء شعائر دينه، فهمتني بقى ازاي؟ انما التاني قال لك خلاص يا سيدي احنا طول عمرنا متربيين في وسط المسلمين وعارفين ان المسلمين في رمضان نص يوم عشان صايمين، احنا موافقين، ولما تيجي وقت الصلاة ابقى روح صلي بس ما تغيبش كتير، الصلاة تاخد معك ربع ساعة، 5 دقايق تتوضى وعشر دقايق صلاة، يبقى تعمل الفريضة، سيبش السنة بصليها في البيت. ينفع، ما يجراش حاجة. فهمتني بقى ازاي؟ فده الفرق بين قراية واحد للكتاب القديم ويجيبه على الواقع الوقت يعمل لي مشكلة، وبين اللي بيراعي تغير الاحكام وتغير الاعراف. وعشان كده العلماء بتوع بعض الناس المفكرين الاسلاميين اللي ما بيفهموش هذه المعاني ويقرا يقول لك لا يجوز تقرا في الكتب الصفراء. ليه؟ لان هيلاقي هتتضارب مع الحياة، بيعتبر الكتب اللي احنا بنقراها دي كتب صفراء. ليه؟ لانه هو ما تعلمش يقراها على الشيخ اللي بيعلمه اختلاف الحكم مع اختلاف الوضع، هو بيقراها لوحده. لما بيقراها لوحده بيفتكر ان الامور دي غير قابله للمناقشه، فيقول لك احنا مش عايزين دوله دينيه، احنا عايزين دوله مدنيه. طب ما كلمه دينيه دي اصلا دي كلمه معناها دوله كهنوتيه، وده لا يعرفها الاسلام اصلا. ده انت كده بتلبس علينا. ايه دوله دينيه؟ انها بتحكم بأمر الله لا بفهم الحاكم. فالدولة الدينية اللي بتحكم بأمر الله دي مش موجودة، ما نعرفهاش عندنا، مش كده برضو؟ بس فإحنا لما بنقول يا جماعة احكموا بالإسلام مش معناها تبقى دولة دينية في عرف الأوروبي ولا في عرف العلماني، لا، ده الدولة الدينية عند المسلمين يعني دستورنا فيها القرآن والسنة ونراعي المصالح واختلاف الأحوال. آدي معنى الدولة الدينية عند المسلم. وأن هذه الفهوم بتختلف باختلاف العصر والظروف، لأن في قواعد لا يجوز خلافها وفي فروع يجوز مخالفتها بتغير الأحوال، مش كده برضه؟ فيبقى المسلمين ما يعرفوش الدولة الدينية دي، لكن دي لعبة مين؟ العلمانيين اللي هم المسلمين اللي ما تعلموش الإسلام على مسلمين، اتعلموا الإسلام على مستشرقين. يعني اتعلم الاسلام من اوروبا، راح هناك في اوروبا وارى كلام المستشرقين على الاسلام فقال هو ده الاسلام، واسمه محمد، يجي محمد ده يقول لك مفكر اسلام، يقول لك على فكره انا رايي ان احنا الدستور نلغي ايه البند الثاني من الدستور عشان انا عايزها دوله مدنيه مش عايزها دوله دينيه. يبقى ده مش فاهم ان اصلا البند الثاني ده ما بيقولش الدوله الدينيه بمعناها الاوروبي الكنسي. فهمتني بقى ازاي؟ غلط، احنا ما نقصدش كده، لكن الدستور ما يقول ان الاسلام يعني ان دستورنا القرآن والسنة، ان انا ما ينفعش احكم الناس بحاجة تخالف صريح القرآن وصريح السنة، ادي معنى دستورنا القرآن والسنة. فهمتني بقى ازاي؟ فالفرق بين دي فرق بين دي، فلازم ناخد بالنا من الحتة دي. لكن تكره إجارة مسلم لكافر، يبقى نقول بقيود كده، اذا لم يؤمن عليه في دينه. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، في حديث كده الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، واخد بالك ازاي؟ ولا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين، مش كده برضه؟ حتى لا يفتنك في دينك. لكن افرض اننا وصلنا لمرحله اصبح الكافر يقول لا اكراه في الدين، فبقى بيقول زيي، ده انا بقول لا اكراه في الدين قبله وهو كمان بيقول لا اكراه في الدين، حريه، حريه، خلاص نتعامل مع بعض، استبينا، انت حر وانا حر، خلاص يلا نتاجر مع بعض،
نعمل شركة مع بعض، أشتغل عندك وأنت تشتغل عندي، الحكاية بقت سهلة. فهمتني بقى المسألة؟ لكن تكره إجارة مسلم لكافر عينا أو ذمة ولا يمكن من استخدامه مطلقا. برضو القيود هنا إيه؟ إذا كان هيفتنه في دينه أو بيتعالى عليه أو بيستهزأ بنبيه، هو ما ينفعش بقى، لأنه لا يجوز خدمة المسلم للكافر أبدا، ويؤمر وجوبا بإزالة يده عنه في المعين للكافر اللي هو مين؟ المعتدي أو الكافر الذي يؤذيه في دينه، لا يجوز تخدمه أبدا لأنه ده نوع من الولاء. واخد بالك؟ لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. إذا كنت مستضعف معلش، وحتى المستضعف ليها حدود، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ مش كده برضه؟ ليها حدود. ويؤمر وجوبا بإزالة يدي عنه في المعين بأن يؤجره لآخر دون إجارة الذمة، كأن يقول ألزمت ذمتك كذا، فلا يؤمر بالإزالة فيها، إذ يمكن المسلم أن يستأجر كافرا ينوب عنه في خدمة الكافر. قول وإلا فلا، أي وإلا يمكن الانتفاع به مع بقاء عيني، فلا تصح إجارته، كاستئجار الشمعة للوقود والطعام للأكل. ما ينفع الشمعة لو ولعتها هتستهلك، والأكل لو أجرته والتاكل يخلص. قول ولصحة إجارة ما ذكر شروط، نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله يوم السبت القادم. أنا بستطرد كتير ليه؟ علشان للأسف في ناس بتيجي تقرأ الحاجات دي تفهمها بالعكس، واخد بالك؟ وبعدين ما يعرفش يجي يطبقها، يقوم يكره الكتاب ويكره الشيخ. فإحنا لازم نقرأ الحاجة ونفهمها بما يناسب عصرنا وبما يناسب ديننا، عشان نعرف ان ديننا صالح لكل زمان ولكل مكان، والعلاقة بين الناس بعضها بعض علاقة تراحم. الرحمون أرحمهم الرحمن، ارحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء، خلقكم من نفس واحدة، لا إكراه في الدين، إن الله لا يحب المعتدين. شوف ديننا جميل ازاي. عايز اي دستور هيقول الكلام الحلو ده؟ مفيش احلى من كلام القرآن. علاقتنا بالآخر فيه، وعلاقتنا ببعض فيه، وعلاقتنا بالله فيه، وعلاقتنا برسول الله فيه، وعلاقتنا بزوجاتنا فيه، وعلاقتنا بأمهاتنا فيه، وعلاقتنا بحكامنا فيه. هات لي كده أي علاقة من العلاقات مش موجودة في القرآن علشان نحتاج دستور، واخد بالك؟ لكن تقول إيه؟ لأنه أما تيجي تقول له القرآن يقول لك دولة دينية، لا، لأنه هو أصلاً يتعلم الإسلام أصلاً من إيه؟ من الكفار، اللي هي البعثات الإيه؟ أدي المصيبة بقى اللي حصل. لكن عارف لو اتعلم الإسلام كده قاعد كده ربع قدام المشايخ وتعلم، كان فاهم يعني إيه الفرق بين الدولة الدينية في عرف الكهنوت المسيحي والدولة الدينية في عرف المسلمين، مختلفة تماما. الدولة الدينية في عرف المسلمين هي دولة مدنية ولكن لا تخالف وحي السماء، فهمت إزاي؟ لكن الدولة الدينية في عرف الكنيسة إن غفران ربنا في إيد الكاهن، وأصبح الكاهن واسطة بينك وبين ربك، ما تقدرش توصل لربك إلا لما الكاهن يغفر لك الأول. لو الكاهن ما غفر لكش ما يبقى رحت في دهر مسكين. مش كانوا بيعملوا كده؟ ما عندناش احنا المسلمين، ما عندناش هذه الحكاية خالص، ولا نفهمها ولا في بالنا. شفت بقى الفرق؟ عشان كده كل واحد صحفي ومفكر وباحث اسلامي ويجي يقول لك احنا عايزين دولة دينية مدنية، مش عايزين دولة دينية، اعرف انه متعلمش الشرع الشريف على يد العلماء المسلمين، ولكن تعلم الشرع الشريف مما كتب عن المسيحية او بايدي المسيحيين. فهمت ازاي؟ على طول تقوم تفقسه على طول، حتى لو كان وجيه الهيئة يعني لبق الكلام مشهور، لكن فقسته على طول، لان احنا ما بيغرناش المظاهر، احنا يغرنا الحق، نعرفه ايه؟ نعرف الرجال بالحق، ما نعرفش الحق بالرجال. حق واحد يجي يتكلم حتى ولو على لسان انسان كده يعني مشوه، والله ده راجل حقاني. ولو طلع الباطل على لسان واحد مفوه نقول له انت ضلالي على طول كده، فرقش معانا، واخد بالك؟ والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.